تكلمنا على هذه النقطة هذه، أنه زيارة النخب الوطني للفرق وما لازمش يكون بعيد على العمل اللي راه يقوم به المدربين على مستوى الفرق، لأن ومدينا بعض الأمثلة في بعض البلدان الأوروبية أن العمل في الأندية يصب في مصلحة المنتخب الوطني، حتى طريقة اللعب، حتى من طريقة اللعب تكون تقريب متماثلة، باش ما يكونش لاعب يمشي لك من الفريق يمشي للمنتخب الوطني يدخل في دوامة، يعني ما هوش في المكان الطبيعي نتاعو. لازم يكون المدرب الوطني يكون قريب من ولكن نتمناها كما قلت خالد ما تكونش دو طابا لو، ما تكونش يعني سياسة وراحة ومشاها زيارة مجاملة، مش مجاملة وإنما مجاملة زيارة عمل نحبو لو فون، نحبو نعرفو البرنامج نتاع الاتحاد الجزائري لكرة القدم في ما يخص المنتخب الجزائري الديفلوبمون دي فوتبول اترافير لي كلوب. على الاقل الناس تعرف، الصحفيين يعرفوا، المدربين يعرفوا، نعرفوا احنا الاتحاديه نتاعنا وين راها ماشيه. نظن هي كخطوه ايجابيه، لان رانا اليوم في بدايه المشوار، ما نقدروش نحكموا على انسان بدا العمل نتاعو. حتى وانا نقول لك كانت الناس بزاف تتكلم على المباراتين اللي لعبوا وكذا، ماهيش بيتكوفيتش وما هي كبدايه وغربله، ولاعبين جاوا وكاين اللي عمرهم لعبوا مع بعض، شفنا بعض اللاعبين كانوا يعني في المستوى، ممكن في المستقبل راح يكونوا في المنتخب ان شاء الله. ولكن تبقى انا نقطه اللي ناكد عليها وتكلمت عليها كثير، لما كان النخب السابق الجزائر فيها لاعبين، ما نحكمش على المستوى نتاع الكره الجزائريه اترافير لي كلوب،